سؤال. واحد بيسأل بيقول أرجو إفادتنا عن الآتي. عند رسامة الأداء الأسقف والخصوص بتنفخ في فم كل واحد منهم وتقول له اقبل الروح القدس، فهل الإنسان المسيح غير قابل للروح القدس منذ معموديته ونواله سر الميرون المقدس؟ نرجو التدخل. تمشي صوت. الروح القدس بيعطى للإنسان لأهداف معينة، فالتلاميذ أخذوا الروح القدس من السيد المسيح بعد القيامة، قال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا، اقبلوا الروح القدس ونفخ في روحه. دي موجودة في يوحنا الإصحاح 20، ومع ذلك حل عليهم الروح القدس مرة أخرى في يوم 50. دي لها غرض ودي لها غرض. اللي كانت في يوحنا 20 علشان يقبلوا الكهنوت، وده اللي احنا بنعمله في رسامة الإصحاح والكهنة. وحلول الروح القدس يوم 50 دي لكي يلهبهم للخدمة ويعطيهم موهبة الألسن ويساعدهم على الخدمة يعني. دي غير دي. ومع ذلك بنسمع في بعض أوقات يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال كذا، على الرغم انه أخذ الروح القدس. فالإنسان العادي بيأخذ الروح القدس في سر الميرون المقدس لا يمنع إذا رسم للخدمة للكهنوت يأخذ الروح القدس بغرض آخر لمهمة أخرى ما كانش أخذها وهو عيل صغير في سر الميرون. فما تزعلش يعني.